مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من العياده ذا كلينيك. حلقتنا اليوم عن سرطان الثدي. سرطان الثدي يعتبر اكثر سرطان شائع بالعالم، بس اهميته هو بالكشف المبكر لهذا السرطان. عشان هيك اليوم رح نحكي عن علاجاته، اسبابه والكشف المبكر تبعه. تابعونا. اليوم عن سرطان الثدي، حلقتنا رح تكون مع دكتور وديع غنمي، ورح نحكي معه عن كل اسباب سرطان الثدي، كيف نتوقع، كيف مننبش عن سرطان الثدي، وشو العلاجات تبع هالسرطان. اهلا وسهلا فيك حكيم. اهلا فيك. اهلا فيك. الحال موضوع كثير مهم. موضوع كثير مهم، صحيح موضوع كثير مهم، واليوم حنحكي شوي تفاصيل عنه. سرطان الثدي من اكثر السرطانات متفشيه عند النساء، وثاني سبب موت عند السيدات من السرطان بعد سرطان الرئه. كتير مهم نحكي عنه. ليه؟ لأنه السيدات تعرف اليوم واحدة على كل 8 سيدات بخلال حياتها معرضة تصاب بهالمرض هيدا. اليوم تقدم كتير الطب، نسبة الوفاة منه كتير خفت، كتير خفت. تقريبا عنا حوالي 80-90% بيضلوا عايشين بعد فترة 5 سنين. ليه؟ لأنه صرنا عم نكتشفه بمراحل مبكرة، ومثل كل السرطانات اللي بنكتشفه بمراحل مبكرة اليوم نسبة الشفاء كتير مرتفعة منه. سرطان الثدي الفكرة كمان نسبة بتزيد مع العمر، هيدي فكرة شوي كمان بنعطيها. دونك كل ما تتقدم السيدة بالعمر كل ما يصير نسبة إصابتها بسرطان الثدي أكثر، بصير عندها خطورة إنه تصاب أكثر. في شوي فكرة بيعتقدوا إنه نحن لأنه صرنا كتير كبار بالعمر ما بقى نصاب، أو الهرمونات تبعنا راحوا. فكرة غلط. هي فكرة غلط. بعد 50 النسبة بتزيد كتير. اليوم كتير مهم شو العوارض. عن شوف اليوم كتير سيدات عن يصابوا بعمر مبكر. بعمر مبكر هو البيك تبعوله حوالي عمر 50 سنة. بالخمسين وبالطالع أكثر شيء النسبة بتزيد. اليوم شو العوارض تبعوله، كيف السيدة بدها تنتبه. دونك مننصح كتير أكيد على الفحص الشخصي، يعني هي السيدة تعمل فحص للثدي تبعولها، نعلمها الطريقة. الفحص أكيد بنقلها وقت الحمام أو شيء تفحص الثدي تبعوله. إذا حست أي شيء هون شو هي العوارض اللي لازم تشغل لها بال. قبل كل شيء بتحس في ورم بالصدر، بتحس في تحجر، بتحس شيء ما كانت حسته قبل. ليش مهم هي تفحص؟ لأنه هي بتحس إذا شيء تغير بصدرها، يعني هي أكثر شخص بيعرف صدرها. إذا حست تغير بالصدر، حست ورم، حست شيء قاسي، إذا حست تغير بحلمة الصدر، هي شغلة كتير مهمة. أوقات ريتراكشن للمملون، يعني إذا الحلمة فاتت لجوا رجعت لورا، هيدي إشارة بتدل إنه معقول يكون في شيء. إذا في تغير بالجلدة من برا، جلدة الثدي أوقات بصير في احمرار، بنسميها البودورانج، يعني بصير مثل قشرة الليموني في احمرار، في سماكة بالجلدة، هيدي من العوارض. إذا في إفرازات من حلمة الصدر، إفرازات هون مش كلها علامة كانسير أكيدة، ولكن إذا إفرازات فيها دم فيها شيء، هي كلها عوارض تستدعي إنه السيدة تستشير طبيبة وإجراء الفحوصات. حكيم، إذا بدنا نحكي عن الفحص السريري أو الفحص هي اللي بتعمل الفحص الشخصي، من أي عمر بتطلبه من الست هي تبلش تفحص حالها؟ وكل قد إيه يعني أنت كل الفحص من أول ما بيصير في صدر؟ ما في هلا أكيد مش كل الأورام بتكون أورام سرطانية عند البنات بالعشرين 25 سنة. بيطلع عنهم تورمات حميدة، بيطلع أكياس بالصدر، بيطلع ليف بالصدر. مش كله كانسير، مش كله أمراض سرطانية. فحص الصدر كتير مهم، ببلشوا من عمر 20 سنة يفحصوا صدرهم، مش ضروري ننتظر لعمر كبير. وهون أكيد الفحص لما بتكون مرة بتزور الجينيكولوج تبعولها خلال الفحص السنوي، هون بيجروا فحص للصدر بطريقة منتظمة أكيدة لاكتشاف هالمرض هيدا. هلأ نحن اليوم ما بكفي نحن ما منركز. هيدي شغلة كتير مهمة، لأنه السيدة بتقول أنا ما حس شيء بصدري معناتها ما بني شيء. فكرة كتير خطأ. ما مفروض اليوم نحن ننطر لتكون السيدة حست شيء بصدرها لنكتشف الكانسير. اليوم في سكرينينج، في فحوصات بتنعمل للاكتشاف المبكر للسرطان. الاكتشاف المبكر هو قبل ما يظهر، قبل ما نحسه. اليوم لنحس ورم بالصدر، هالورم بيكون عمره على القليل 5 سنين،
يعني السرطان بلش من 5 سنين لقدرنا حسيناه اليوم. نحن الهدف اليوم انه نكتشفه قبل ما نكون حسيناه. ليه؟ لانه بتكون نسبة الشفاء كتير مرتفعة منه. كيف بدنا نكتشفه هون؟ هو بإجراء الفحص الصورة الشعاعية والصورة الصوتية. هون كمان بحب ركز انه الصورتين بيكملوا بعضهم، ما بيغنوا، يعني وحده ما بتغني عن الثانيه، يعني السيده ما فيها تقول انا عملت الصوره الشعاعيه الماموغرافي وبكفي، مفروض تعمل الايكوغرافي الصوره الصوتيه. ليه؟ لانه كل وحده بتشوفي اشياء الثانيه ما بتشوفيها. ابتداء من اي عمر بتنصحوا العالم يعملوا؟ ابتداء نحن اليوم الريكومنداسيون التوصيات العالميه الاو ام اس بيقولوا ابتداء من عمر 50 سنه، من عمر نحن بلبنان نسبة سرطان الثدي مرتفعة شوي أكثر من غير محلات عنا، ننصح ابتداء من عمر 40 سنة إجراء هالاكتشاف المبكر الصورة الصوتية والصورة الماموغرافية بفترة كل سنتين مرة، صورة كل سنتين لعمر 50 وبعد 50 كل سنة مرة. هلأ هون هيدا أون جنرال، أوقات في حالات نستدعي نعيد الصورة قبل فترة أقل بعد 6 أشهر، أوقات منضطر نشوف إشياء نطلب فحوصات متطورة أكثر اللي هي فحوصات الـ ARM بالصورة المغناطيسية اللي هي بتخلينا نكتشف أشياء ما بنشوفها على الصور العادية. ولما عندنا شك بأي أي أي ورم بالثدي ما قادرين نميز إذا نوعه حميد يما مرض خبيث، هون صورة الاي ار ام كثير مهمة بتخلينا نشك أكثر. وبعد هالمراحل هيدي هو فحص الخزعة اللي هو حيثبت لنا التشخيص. دونك عند الشك بأي شيء بالصدر أي ورم إجراء فحص الخزعة، يعني البيوبسي اللي هو فحص كتير سهل بإبرة تحت صورة صوتية بينشال خزعة من هالورم هيدا، بنعمل له فحص نسيجي وهيك بنكون صار عندنا التشخيص التام. شو علاقة قد ايه علاقة الإصابة العائلية وقت نشوف في عيل نسمع في عيل عندهم الأم وبنتها سرطان الثدي؟ في عامل وراثي، هي شغلة كثير مهمة، لأنه نحن لما بنسأل سيدة بنقول لها عندك بالعيلة سرطان بالثدي كثير مهم. هون نسبة سرطان الثدي في حوالي بين 10-15% في عامل وراثي لإله، مش كله، لأنه هون كمان ما بدنا نطمن، لأنه بتقول لك سيدات أنا ما عندي حدا بالعيلة يعني أنا ما حيصيبني، فكرة كثير غلط. صحيح. مش ضروري يكون في حدا بالعائلة لهي تنصاب. السرطان الثدي الوراثي ما بيشكل أكثر من نسبة 15% من مجمل سرطانات الثدي. هون بيكون في عنا ميوتاسيون، تغيرات بالجينات، بيكونوا حاملين تغيرات بالجينات وهيدي بتنتقل بالعائلة. إذا هالعائلة عندهم هالتغيرات بالجينات بنعرف إنه هالشخص هالسيدة معرضة إنه تصاب بسرطان الثدي أكثر من غيرها. في فحوصات بركة 1 وبركة 2 هودي بيبينونا إذا في خلل بهالجينات هيدي، إذا ثبت عند هالسيدة إنه عندها الخلل بالجينات هون صار عندها نسبة إصابتها بالسرطان كتير مرتفعة، وهون بدها تصير المراقبة كتير بفترة قريبة، وببعض الحالات بيجرى علاجات استباقية لسرطان الثدي هي استئصال الغدد مشان تجنب حصول السرطان. هذا اللي صار وكتير ضجة الدنيا وقت أنجلينا جولي عملت استئصال كامل لصدرها لأنه طلع عندها. بتنصحوا إذا إجت لعندك ست صبية عمرها 30 سنة طلع عندها بركة 1 أو بركة 2 بوزيتيف، هلا كطبيب بتعرض عليها تشيل صدرها أو؟ إذا ما عندها نحن أنا هون أكيد مثل ما قلنا المتابعة كتير مهمة، إذا ما عندها أولاد بعد إذا ما في أكيد بننصحها تتزوج وتجيب أولاد، بس تخلص الحمل والرضاعة تبعولها أكيد بننصحها بعدين يعملوا هيك عمليات أكيد، ولكن اللي عندهم هالجين هيدا بدها تكون متابعة كتير مقربة منهم، يعني بدل ما نعمل صورة شعاعية بنعمل ARM، بدل ما نعمل كل سنتين الصورة بنعملها كل سنة كل 6 أشهر، بتكون ليه؟ لنكتشف هالمرض ببدايته. ومثل ما قلنا سرطان الثدي لما بينكشف بستيد 1 تبعوله نسبة الشفاء منه بتتعدى 90%، يعني مثل أي مرض ثاني. عشان هيك بنركز كتير على الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. وهل صحيح انه اذا بالعائله في سرطان ثدي تطلبوا من الشخص يبلش يعمل صور ابكر من عمر ال 40 سنه؟ هون بالحالات اكيد اذا في عامل وراثي، يعني اذا بتيجي شخص بتقول لنا انا والدتي توفت بسرطان الثدي عن عمر صغير، هون العمر كثير مهم، لانه يعني بتقول لك انا ستي عمرها 80 سنه عندها كانسير صدر، هيدا ما في عامل وراثي هون، عامل وراثي بيلعب اذا كان الاصابه بسرطان الثدي كانت على عمر مبكر،
يعني بعد 30 35 40 سنه هون بنفكر انه في شيء تغيرات بهالجينات تسببت هون، هون بنحكي عامل وراثي. اكيد العيال اللي فيها عامل وراثي ما بننتظر لعمر ال 40 50 سنه لنبلش نعمل الاكتشاف المبكر، بنبلش بعمر اقل اكيد. وهون دراسه الصوره كثير مهمه، لانه في انواع صدر حسب مش كلها مثل بعضها، في انواع صدر فيها دنسيتي كثير قويه، فيها غدد كثير، فيها تغيرات بقلب الغده بتخلينا تستدعي انه نجري هالفحوصات بطريقه مبكره او اجراء فحوصات اكثر. هون اكيد نبلش بعمر اصغر، هون مبدئيا حوالي بال 35 سنه بدل 40 سنه بنبلش نجري الاكتشاف المبكر. في عوامل بتحفز ديفلوبمنت او يصير واحد عنده سرطان مثل الدخان، مثل في عوامل اكيد التغييرات الهرمونيه، اكيد اكيد سرطان الثدي هو سرطان هرمونال ديبندنت، يعني له علاقه بيتغذى من الهرمونات من هرمون الاستروجين. هون لقينا انه نسبه السيدات اللي بتبلش الميعاد عندهم بكير وبيتاخر لتقطعهم الميعاد، واللي ما عندهم اولاد مش مجوزين، ما عندهم اولاد مش مرضعين، عندهم نسبه اصابه اكثر. ليه؟ لانه بيكون فتره حياتهم المعرضه للاستروجين اطول واكثر من غيرهم. نعرف المرأة الحامل فترة الحمل والرضاعة ما في ميعاد بتوقف لهم إياها. السيدات الألكول مثل ما قلنا، المشروبات الكحولية بتأثر، أنواع أكل معينة بتأثر، والعلاج الهرموني بنعرف إنه السيدات اللي بياخذوا هرمونات بعد المينوبوز دونك هالهرمونات الاستروجين اللي بنعطيها فيها تأثر هون كمان، مش هي بتسبب ولكن بتزيد نسبة الإصابة بسرطان الثدي. مشان هيك السيدات اللي بيكونوا عم ياخذوا علاج هرموني لبعد المينوبوز بتكون متابعتهم ومتابعة الثدي بطريقة دقيقة وطريقة مكثفة أكثر من غيرها. صحيح حبوب منع الحمل اللي بياخذوهم الصبايا، حبوب منع الحمل طلعت ما صار في دراسات بتقول إنه بتزيد نسبة سرطان الثدي، لا، لأنه أكيد يعني النسبة للدراسات 0.001 نسبة كتير ضئيلة أكيد. مشان هيك ما في خطر إنه منعرف نحن اليوم بالدول الغربية بلشوا ياخدوا حبوب منع الحمل من عمر كتير بكير بيوقفوها بعمر متأخر، ما في نسبة، ما في علاقة ديريكت مباشرة. ولكن هون شيء أكيد نحن أي شخص معرض أو عنده ريسك إنه يصير عنده سرطان بالثدي أكيد ما بننصحه ياخد هرمونات، هيدا شيء طبيعي وبديهي. والعلاجات يلي بتعرضوها على البيشنتس أكيد هو علاج مثل كل السرطانات، هي العملية، الكيموثيرابي، الراديوثيرابي، صحيح، والهرموثيرابي. العلاجات العلاجات هون حسب درجة المرض أكيد، قد ما بنكتشفه بكير قد ما بيكون العلاج خفيف وسهل. نعرف سرطان الثدي ببلش بالصدر بيتفشى على الغدد اللمفاوية، من الغدد اللمفاوية بيتفشى بالجسم، قد ما بنكتشفه بكير بيكون بعد ما ظهر من هالصدر العلاج بيكون كتير سهل. أكيد في علاج جراحي، استئصال الورم، استئصال الغدد اللمفاوية، في علاج بالأشعة إذا كانت هالغدة بقيت بنبقى بنعمل علاج شعاعي، وفي العلاج الكيميائي وفي العلاج الهرموني. العلاج الكيميائي في حال كان هالمرض متفشى أو في خطر في أنواع معينة بياخدوا هالعلاج الكيميائي. العلاج الهرموني في أنواع من سرطانات الثدي في عندها ريسبتز لهالهرمون، سو السيدة بتكمل على 5 سنين 10 سنين علاجات بهالعلاج الهرموني اللي هو بيعمل بلوكاج لهالخلايا الأنتي أستروجين مشان ما نخليها تتكاثر أو في حال كانت موجودة تقدر تعمل تتطور بعدين. صحيح. أول شيء بدي أتشكرك لوجودك معنا، بدي أتشكرك على فسحة الأمل اللي أعطيتنا إياها واللي حطتنا بجو إنه الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر بيقدر يعطينا تشانسز إنه الواحد يصح أو الست تصح من سرطان الثدي. ما لازم يكون بقى تابو، لازم دايماً نشجع النسوان إنه روحوا اعملوا فحوصاتكم. أنا أوقات بعيادتي أنا بيكونوا عم نحكي بأشياء غير، إذا نجيب حديث عن الصدر أو عن سرطان الصدر دائما بشجعهم روحوا عملوا ما تخافوا، لأنه اكتشاف المبكر لسرطان الثدي هو سر السرفايفل أو ما يتوفوا من هالمرض. بتشكر كثير وجودك معنا دكتور غنمت. دكتور رح ننتقل هلأ للفقرة الثانية مع دكتور ماريان ودكتور وسيم. بحس
حسب منظمة الصحة العالمية WHO صار في تقدم كبير بعلاج السرطان من سنة 1980 لليوم. إذا انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 40% من جراء سرطان الثدي من الثمانينات لل 2020. بالفعل ماريانا، يمكن إضافة إلى تطور بالعلاجات لمرض سرطان الثدي، في كمان التشخيص المبكر هو ساعد بانخفاض الوفيات والعلاج ونتائج العلاج الأكثر. للإضاءة أكثر على هالموضوع معنا دكتور هادي غنم، حضرتك طبيب متخصص بأمراض الدم والسرطانات. بدنا بداية نحكي عن التطور السريع على علاجات مرض سرطان الثدي. صحيح، مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، علاج مرض السرطان بالإجمال وخاصة سرطان الثدي صار في تطورات كتير مهمة بآخر 30 أو 40 سنة. مثل ما بتعرفوا، من 30 أو 40 سنة كان العلاج الوحيد الموجود هو الجراحة. مع تطور سنين وتطور الطب صار في عنا عدة طرق لعلاج سرطان الثدي، منهم جراحة، بس كمان في عنا علاج الأشعة والعلاجات الكلية بنسميها أو systemic treatment، اللي هي بتتجه لكل الخلايا المعقول تكون لها علاقة بالسرطان موجودة بكل الجسم. وهالعلاجات فيها تكون علاجات هرمونية، فيها تكون علاجات كيميائية، فيها تكون علاجات مركزة أو علاجات بالمناعة بآخر 10 سنين، اللي أدت لتطور كتير مهم. ومثل ما حضرتك قلت، انخفاض كتير ملموس بنسب الوفيات من جراء سرطان الثدي. يعني بنفهم من حديثك دكتور هادي انه العلاج هو حسب المراحل، يعني باي مرحله نحن صرنا بيكون العلاج المناسب. صحيح، هذا الشيء كثير مهم بالتشخيص. يعني بعد ما ينعمل تشخيص لسرطان الثدي بده ينعمل كمان تحديد للمرحله تبع المرض. بتسمعوا مرضى عم بيحكوا باي مرحله نحن من المرض، هل المرحله الاولى الثانيه الثالثه والرابعه؟ كتير مهم ينعمل تشخيص بالمراحل المبكرة، لأنه كل ما ينعمل تشخيص مرحلة مبكرة كل ما نسبة النجاح أو نسبة الشفاء من المرض بتكون أعلى. بس كمان طريقة العلاج لسرطان الثدي بتكون مختلفة كليا إذا كان العلاج عم بينعمل بالمرحلة الأولى أو إذا كان العلاج عم بينعمل بمراحل متقدمة أكتر، تانية التالتة أو الرابعة. بهالحالات مثلا العلاجات للسرطان المرحلة الرابعة العلاجات بتكون أصعب، العلاجات بتكون أطول، ولسوء الحظ نسبة الشفاء بتكون أقل. ذكرت كذا نوع علاج، ذكرت علاج الكيميائي، ذكرت علاج بالهرمونات، ذكرت علاج حتى التارجت ثيرابي وهي الأحدث شيء. في أنواع سرطانات بتجاوب على هيدا، في أنواع بتجاوب على علاج آخر؟ صحيح، نحن دائما أول شيء بنعمله وتنعمل تشخيص لسرطان الثدي بنجرب نعرف على أي أنواع مثل ريسبتورز بنسميهم، اللي هن لهم علاقه بالعلاجات. يعني اذا في عندنا ريسبتورز موجودين للهرمونات بنعد هيدا السرطان الثدي من انواع من نوع سرطان الثدي الهرموني، اللي هو بشكل 70 ل 75% من الحالات. من بالميل الثاني في عندنا علاجات، في عندنا سرطان الثدي ما بيتجاوب على العلاجات الهرمونيه بنسميه تريبل نيجاتيف او علاج سلبي ثلاثي. وهذا المرض السلبي الثلاثي ما بيتجاوب على العلاجات اللي لها علاقه بالهرمونات. بهالحالات معظم العلاجات بترتكز على العلاجات الكيميائيه او العلاجات اللي لها علاقه بالمناعه او الايمونوثيرابي. قدام نشوف ماريانا السيدات خاصه بيعانوا لما بيكون عنده تشخيص للمرضان مرض سرطان الثدي، خاصه لانه هو يعني مرض بيجي عند السيدات اكثر شيء، قد ايه بيخافوا من العوارض الجانبيه للعلاجات من هر الشعر وغيره؟ اكيد هر الشعر اكثر شيء. اذا فينا نحكي اكثر عن العوارض الجانبيه للعلاج بالكيموثيرابي. اكيد، مثل ما تفضلت وقلتوا، علاجات سرطان الثدي فيها تكون عده انواع. العلاج الكيميائي هو أكثر علاج بنخاف منه كمريضة أو كمريض، لأنه أول شغلة بتجي على الذهن أنه هذا العلاج اللي عم بهر الشعر. مثل ما بتعرفوا هذا الموضوع بعده مش كتير هين تواحد يتقبله، خاصة بمجتمعنا بلبنان. نحن دايما بنشجع وبنحكي بهذا الموضوع لأنه بالنتيجة مرض سرطان الثدي مرض مثله مثل غيره. أكيد في عنا مراحل صعبة بتقطع فيها المريضة، بس بالنتيجة هذه مرحلة مؤقتة، بعدين رح يرجع ينمى الشعر، بعدين رح يرجع الشكل، يرجع للطبيعة، اتسترا. يعني هذه الأشياء كتير مهم نركز عليها.
أكيد في عنا عوارض جانبية، بس اللي بدنا نقوله كمان أنه علاجات العوارض الجانبية اليوم صارت أفضل بكتير من علاجات العوارض الجانبية من 20 و30 و40 سنة. مش هناك اليوم منشوف علاجات عم تنعمل، منشوف مرضى عم بتلقوا هالعلاجات بطريقة أنه عم بكملوا حياتهم بطريقة شبه طبيعية، وعم بيقدروا يستكملوا أشغالهم ويقدروا يعيشوا بطريقة شبه معتادة لأنهم. حكيتنا عن نسبة الشفاء، فينا ناخد فكرة تقريبا بالأرقام يعني أكيد. كيف تتفاوت النسب؟ نسبة الشفاء كتير مهمة أنه تنعطى حسب مراحل المرض للي اكتشف. يعني مثلا إذا اكتشف مرض بالستيج زيرو أو المرحلة الصفر أو المرحلة الأولى، نسبة الشفاء من مرض سرطان الثدي بتتعدى 95%. هذا شيء كتير مهم دايما نركز عليه، مشان هيك نسبة هالشفاء بتكون عالية وقت يكون في عنا اكتشاف مبكر للمرض. من ميلة تانية اللي هو الأقصى التاني هو إنه وقت ينكشف المرض بالمراحل المتطورة، يعني المراحل الثالثة أو المراحل الرابعة. اليوم معظم الحالات اللي بتنكشف بالمرحلة الرابعة هي أمراض ما بينشفى منها، يعني بتصير بيتحول مرض لمرض مزمن، كيف مرض السكري، مرض الضغط، هولي أمراض المريض ما بينشفى منهم بس في يعيش هو إياهم. مرض سرطان الثدي بالمراحل الرابعة لأنه تطورت العلاج بطريقة كتير مهمة، بمعظم الحالات صرنا اليوم نتعامل معهم كأنه أمراض مزمنة، بطريقة أنه المريضة فيها تعيش مع المرض تبعها. أكيد هي عم تتلقى علاجات فيها تكون مختلف الأنواع، بس عم تقدر تعيش بطريقة شبه طبيعية مع المرض تبعها. يعني في حالات بتشفى كلياً. صحيح، معظم السرطان، معظم المرضى اللي عندهم سرطان بالثدي بيشفوا بطريقة كلية، أكثر من 75% إذا بناخد كل المرضى اللي عندهم سرطان بالثدي لح يشفوا من مرضهم. أكيد هالنسب بتكون أعلى بالمراحل المبكرة، بتكون أوطى أو منخفضة أكثر بالمراحل المتقدمة. وفي ريسك للريسيديف، يعني أو لأنه يرجع يعاود المرض من بعد العلاج، لأنه هيدا هاجس عند السيدات اللي بيكون عندهم سرطان وبيشفوا وضلوا خايفين. صحيح، هيدا شيء مزبوط، هيدا شيء منشوفه. في عنا نسب أكيد بتصير بتنخفض مع الوقت، ما بتصير ولا مرة 0%. نحن دايما بنقولهم للمرضى نسبة الشفاء ولا مرة بتكون 100%، ونسبة المعاودة ولا مرة بتكون 0%. دايما في عنا نسبة معاودة، مش هناك دايما منتابع المرضى حتى من بعد ما نعتبر انه شفيه او من بعد ما نكون ما بقى في اثر للمرض، تنرجع اذا لا سمح الله وصل مرحلة المعاودة نقدر نكتشفها بطريقة مبكرة كمان، نقدر نعالجها باسرع وقت. هلا كمان الاشخاص اللي بيتم عندهم تشخيص لمرض السرطان بيسألونا مدة العلاج، لأنه في سرطانات علاجها طويل على سنتين، في بروتوكولات لأمراض تانية أقصر. مرض سرطان الثدي وين؟ إنه العلاج الطويل أو القصير؟ أكيد هذا كمان شيء كتير مهم. دائما نحن بنقول مدة العلاج كمان لها علاقة بالمرحلة تبع المرض. يعني وقت نكون نحن عم نحكي بمراحل مبكرة، يعني بالستيج 1 أو مرحلة الأولى، مدة العلاج إجمالا بتكون قصيرة، بين 3 و6 شهور. علاج بالحبوب في يطول أكثر، العلاج الكيميائي بين 3 و6 شهور، علاج الهرموني بالحبوب في يكون على فترة 5 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين حسب الحالات. من ميلة تانية العلاجات للمرض بالمرحلة الرابعة فيها تكون علاجات أطول، علاجات مزمنة، فيها تكون بالعلاجات الكيميائية على فترة، نرجع ننتقل للعلاجات الهرمونية على فترة من بعدها، أو منصير ننتقل من واحدة للتانية. أكيد العلاج رح يكون على فترة أطول كل ما يكون المرحلة اللي عم تكتشف فيها بمرحلة متقدمة أكتر. تعرفي ماريانا، أنا عندي كذا طفل بالعيادة خلقه من سيدة تم تشخيص سرطان الثدي هي وحامل فيهم. فيك تخبرنا أكثر عن علاج سرطان الثدي إذا تم تشخيصه خلال الحمل، شو بيصير وشو بيأثر على الجنين وإمتى بيكفوا العلاج؟ أكيد هيدا الشيء كمان منشوفه، أكيد مش بنسبة كتير عالية، لأنه إجمالاً النسوان اللي بتكون حامل هي بعمر صغير، يعني بين 30 و40 سنة بمعظم الحالات، ونسبة سرطان الثدي بين 30 و40 سنة منا كتير عالية. بس بلبنان بالتحديد في عنا نسب أعلى من غير بلدان بالعالم لاكتشاف سرطان الثدي تحت عمر 40 سنة. مشان هيك منشوف حالات مثل اللي عم تحكي عنا، اللي هي المريضة بتكون حامل ويتشخص سرطان الثدي عندها. اللي مهم نعرفه انه العلاجات
ككل فيها تنعمل حتى بفترة الحمل. معظم العلاجات منجرب نتجنب تنعمل بأول 3 أشهر من الحمل لأنه في نسب أكتر تأثر على الجنين، بس من مرة تانية بتاني 3 أشهر أو بآخر الحمل العلاجات حتى العلاجات الكيميائية أو الجراحة فيها تنعمل بطريقة كتير سيف من دون ما تأثر على الجنين أو تأثر على صحة المريضة. دكتور هادي غانم، نحن منتشكرك اليوم على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها وخبرتك. Thank you. وننتقل هلأ لقسم الأشعة لنشوف كيف بيتم التشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي. التصوير الشعاعي للثدي أو الماموغرافي هو فحص بيرتكز على الأشعة السينية، بيعطي صورة دقيقة للثدي بهدف تشخيص مبكر لسرطان الثدي. ماريانا، لأنه دايما التشخيص أو الفحص الذاتي للسيدة مش ممكن يكون دقيق بكل الحالات، والسيدة ممكن ما تقدر تكتشف المرض عندها، ضروري تتوجهوا للطبيب لحتى ينعملكم الصورة الشعاعية للثدي. ونحن هلأ بقسم الأشعة وبالتحديد بالغرفة اللي بيصير فيها التصوير الشعاعي للثدي. معنا دكتور سابين خوري وهي متخصصة بالطب الشعاعي والصور الشعاعية عند السيدات بالتحديد. أهلا وسهلا فيك. مصور. اليوم رح نحكي عن الماموغرام. لما نحكي دائما عن تشخيص المبكر لسرطان الثدي نحكي عن صورة الماموغرام، هي صورة أشعة مثل حيالة صورة منعملها للإيد للإجر، بس هي أكيد في بكون بروجرام متخصص لها. هي عن عبارة عن فحص كتير سريع ما بده كتير وقت، تقريبا اكيد بيصير في قبل الفحص كيستيونير على طول نساله للمريضه عن احوالها، عن حالتها الشخصيه، عن عمرها، عن الميديكال هيستوري تبعها، اذا في عندها تاريخ الطبي كله، اذا في حدا بالعائله عنده سرطان بالثدي او سرطان بالمبيض، كل هالقصص، الادويه اللي بتاخدها، ونرجع منبلش بالفحص. هو عباره عن 4 صور بينعملوا، صورتين لكل صدر بوضعيات مختلفه، ومنزيد هلا عليهم حديثا، يعني عم يزيد عليها الا التوموسنتيسيس يلي هي 3D، صوره بتفرجينا الصدر كله كفوليوم. نرجع نحكي عن ثلاثي الابعاد. انا بدي اوضح شغله صغيره بخصوص الماموغرافي. هلا اجمالا نحن بنعمل 4 صور، صورتين لكل ثدي بكثير اوقات، وهيدا الشيء لانه احنا انا بعيشه يوميا مع المرضى. في كثير اوقات بنزيد صور للمرضى، منزيد صور إذا كان بحال عنا تكلسات شفناهن، أو بحال إذا كان عنا صدر في كثافة بالغدد بنضطر أوقات نفلش لصدره بمحل معين، بنعمل شيء بنقله كومبريشن محدد. من هون كنت بدي أسألك سؤال، السيدات عندهم تخوف أو بخافوا من هالإجراء، هل هو بيوجع، هل هو في أي شيء بيضايق السيدة اللي جاي تعمله؟ نحن قدام هالمكنة، فيك تشرحي لهم تتبسطي لهم للسيدات إنه هالعمر كتير بسيط وكيف بيوقفوا وشو بيصير بالتحديد؟ أوكي. هو أكيد أنا أكيد إنه 3/4 الستريس والوجع والخوف حيجي لأنه في قلق. يعني هو كل ست بتجي لهون بتعرف إنه هي جاية للكشف المبكر لسرطان الثدي، وهيدا الشيء بزيد كتير من قلقها. بس هو فحص تقول إنه كتير بيوجع، إنه هو أكيد رح يكون في كومبريشن على الصدر، حيكون في انزعاج. اوكي، مشان هيك انا هون حافتح بارانتيس صغيره، نحن بنزيد دائما للمرضى خاصه النساء اللي بعد بتجيهم البيريد، نطلب دائما الفحص يصير باول مرحله، يعني اول جمعه بعد ما تخلص البيريد تبعها. خلال هيدي الفتره ما بيكون في تاثر كثير غدد، يعني الغدد ما بتكون مأثره بالهرمونز، بتكون يعني بوضع صدره مرتاح، ما انه كثير مضخم، ما عم يوجع، هيدا معقول يخفف له من هالشيء اللي بتحسه. يعني اللي بتحسه المريضه هو انزعاج. هلا اكيد الوجع عند كل حدا هو شوي مختلف، في ناس بيكون عندهم شوي اكسبيرينس مزعجه مع الماموغرافي، حتى انا سمعتها انه عملناها مره ما بنعيدها، بس انه في ناس بيتحملوها. بس انه اكيد نحن كأطباء بننصح، وهلا بنحكي شو الجايد لاينز، انه كل مريضه ما تتردد بليز انه ما يكون سبب الوجع او الخوف
انه ما تجي تعمل صوره الثدي. في تحضير معين لازم تعمله المريضه قبل ما تجي تعمل أوكي. الصوره. هلا عندنا فئتين من النساء، الامراه يلي بعدها بتجي على البيريد مثل ما قلنا مفروض تجي بعد البيريد باول جمعه. هلا اكيد اكسبسيون بتكون اذا مريضه حاسه بدرنه او في شيء منه مزبوط بصدره او urgent case اكيد ما بنأخر، بس هو من المستحب بهيدي الفتره. كتحضير ثاني بخص جسمه وهيك ما في شيء كتير مهم، اكيد بننصح صراحه ما ينحط لا ديودوران ولا رول اون، لانه هو اللي بيأثروا بيعملوا مثل ارتيفاكت على الماموغرام بيزعجونا لنا. سو المستحب بس يكون في هي تغسل بمي صابون عادي، وغير هيك بقي تحضير ما في. كمان بفتح بارانتيز صغيرة، هيدي معلية من الإكسبرينس تبعي كل يوم. عنا كتير مرضى بيجوا بكون عاملين فحوصات قديمة غير محل. نحنا دايما كل مريضة بتتوجع على صورة الثدي نطلب منها كتير مهم تجيب صورة القديمة. عطول المرضى انه هذا السؤال، لشو بدكم الصورة القديمة واعتبروها صورة أولية؟ صورة إذا امرأة عملتها من قبل هي صورة كتير مهمة، لأنه نحنا حيالة شغلة منشوفها على الماموغرافي وانس بنرجع للصور القديمه وكانت موجوده، الحكيم ما بقى يعمل علامه استفهام ولا يقول انه هي بدي اكبسها، هي بدي اكبرها، هيدي معقوله تكون شيء. سو لفات اذا عامل صور قديمه وكانوا موجودين معنا هالشيء بيطمن الحكيم، بيسرع من النتيجه وبيريحها لها اكثر. عندي سؤالين، اول سؤال عن البنات، ثاني سؤال عن الصبيان. البنات الصغار بيقدروا يعملوا الماموغرافي او لا، او ننتقل دغري للايكو. وثاني سؤال، الصبيان بيقدروا يعملوا الماموغرافي او لا؟ نحن بنعرف انه سرطان الثدي بيقدر يجي عند الصبيان انما بنسبه كثير قليله. اوكي، رح بلش بشقه شيء الصبيان تما يزعلوا. في سرطان عند رجال الثدي موجود بس هو بنسبه كثير قليله، اقل من 1% من سرطان الثدي ككل. واكيد وحتى باوقات الرجل بحس من الا هذا شيء تضخم بالغده جينيكوماسيا بتطلع. سو كمان الزلمه في خوض صوره الاشعه الماموغرافي يعملها وبيجي بيعمل من بعدها ايكوغرافي اكيد، بس هيدا بنسبه قليله يعني ما بيجينا كثير رجال عم بيعملوها، بس في يعمل ماموغرام او يعمل التراساوند. وبحال كان في عندنا سسبشن انه يكون في ماس بيعمل مثله مثل النساء خزعه على الايكوغرافي، يعني بذات ذات البرنسيب ذات الطريقه. ما تنسينا البنات. ايه هلا بما يخص البنات حاحكي على هيدي الكاتيجوريز. اجمالا الماموغرام هو ينصح فيه اذا عم نحكي ستاندر، اذا عم نحكي عن مره ما عندها حدا بعائلتها، ميله امها او بيها، امها ستها خلتها اختها كانسر، هو الجايد لاينز بتقول ابتداء من عمر الأربعين لازم المره تتوجه كل سنه تعمل صوره الماموغرام. كمان بدي زيد شغلة، إجمالا بين عمر 35 والأربعين فينا نعمل شيء اسمه ماموغرام بيزلاين، هيدا بتكون موجودة أول شيء بنعملها وبعدين نرجع من سن الأربعين كل سنة بنعمل. وهل أوكي بدي أسأل، هل صورة الماموغرام كافية ولا لازم نطلب صورة زيادة مثل الألترا ساوند اللي هي أوكي هلا رح أرجع أنا أجيبك على قصة البنات لأنه هي معها. أوكي رح كمان أشرح بشكل كتير بسيط، يعني أمتين كافية الماموغرام وأمتين نضطر نطلب زيادة؟ هو الماموغرام أكيد كافية لأنه هي أول شيء بتفرجينا قصص الصورة، لأنه المرضى على طول بيسألوا ليه بعمل إيكو، في أعمل إيكو ما أعمل ماموغرافي؟ صح. أنا بدي أقول لهم شغلة إنه الماموغرام والألترا ساوند هن فحصين مع بعض كومبلمنتري. أوكي إذا بدي بسط الشغلة للمرأة بقولها أنه الصدر هو مؤلف من شغلتين، من غدة ومن أنسجة دهنية بنسب متفاوتة. ذكر كل ما كانت نسبة الأنسجة الدهنية كتيرة بالصدر كل يمكن نحن ما نكون بحاجة لألتراساوند، كل ما كانت نسبة الأنسجة الغدة أكتر بالصدر نحن أكيد بحاجة تنتوجه للصورة الصوتية. ساعتها الماموغرام إذا نحن عم نحكي عن تيب سادة يلي هن أكتر من 50% غدة، ساعتها أكيد الماموغرام وحده منه كافي وبدنا نلتجئ للصورة الصوتية. ونحن نعرف أنه طبيب الأشعة هو اللي بيعمل الخزعة، هو عم بيعمل الإيكو. أنتوا عادة دغري بتعملوا الخزعة أو بترجعوا بتجوا بمرحلة تانية عمل الخزعة؟ اوكي هلا نحن بس نعمل الماموغرام ونشوف شيء، او بكثير حالات كمان فينا ما نشوف شيء على الماموغرام، نشوفه بس بالالتراساوند خاصه اذا كان عم نحكي عن صدر في كثير غده الماموغرام فيها تخفي.
بس نشوف شيء اكيد هون علينا وجبتنا نحن نوصل المساج بطريقه لطيفه للمراه، بس ننبهها انه ما تروح على البيت، انه بمعنى انه في شيء لازم نتاكد منه، نعمل خزعه حتى نتاكد شو هو. اجمالا بالعملي يعني اليومي اجمالا ما بتصير بذات النهار نعمل خزعه، لانه بدها توجه لحكيمه يشوف الريزلت يفحصها، وتتعرف القصص كلها التكنيك يعني تترجع تتوجه لعنا ونعمل لها الخزعه. ومثل ما بتعرف وسيم في الكلاسيفيكيشن براتس اللي كنا بنسمع فيها، فيك تخبرينا شوي عنها كيف بينعمل فولو اب على اساس هيدي الكلاسيفيكيشن؟ اوكي مزبوط، هاي كلاسيفيكيشن احنا بنستعملها تحت اللي تكون هي مثل شيء ستاندرد بيستعملوه عالميا، بكل بساطه لما الحكيم بيشوف النتيجه بيقدر يعرف اذا هيدي المريضه نتيجتها منيحه ولا مش منيحه. لما نحكي ب1 و2 يعني المريضه مش بحاجه بقى لشيء خلال سنه تجي بتعمل فحص عادي. لما بنحكي عن 4 و5 بفئه الاربعه نحن كثير بنشوف درنات اوقات، وبقول للمرضى انه بكثير اوقات بيطلع درنات ما بتكون سرطانيه، يعني يعني نطلب فولو اب اوقات نضطر نطلب خزعه بس مش بالضروره تكون درنات سرطانيه. هون كلاسيفيكيشن بتجي الاربعه حسب نحن السسبشن عندنا اي بي او سي. اوكي بس ساعتها اربعه وخمسه اكيد بدنا نروح خزعه، خمسه هي ديجا بكون خلص نحن شفناها وقدرنا انها تكون درنه سرطانيه. اوكي بتروى البايراتس تروى هو لما نحن بنشوف تكلسات شيء انهم مبينين او درنه بنعتبرها نحن على النظر حسب كل شيء الفيتشرز اللي شايفينه كل شيء حميد، بس نحن بنطلب تنأكد انها حميده بنطلب متابعه خلال ست اشهر يا بماموغرام يا بصوره صوتيه. بعد سؤال صغير، شو دور الاي ار ام بتشخيص السرطان؟ اوكي هلا الاي ار ام هو اكيد از فحص بلس للماموغرام والبريست التراساوند. الاي ار ام بكثير اوقات بنستعملها كصوره، فينا نستعملها قبل اذا مريضه تشخص عندها مرض سرطان، اذا بدها تعمل كيموثيرابي نيو ادجيفانت يعني قبل هذا قبل العلاج تبعها بينعمل. بكثير اوقات نحن بكون في عندنا علامه استفهام، يعني الماموغرام والالتراساوند ما بيوصلوا نتيجة نكون أكيدين شو بنعمل للمريضة، بنعمل لها خزعة، بنعمل لها متابعة فولو أب، نبعتها على البيت ترجع بعد ست شهور، بنحطها سوريسك أو لا. نحن بنعتبر أنه الـ ERM بمحل هي أكيد بتكون دقيقة أكتر، بتفرجينا أكتر شو لازم نعمل بهالحالة عند هالمريضة. دكتور سابين تانكيو كتير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياهم، وأنا لكل فتاة عزبة أو متزوجة أم أو ما عندها أولاد كبيرة بالعمر أو صغيرة من بعد عمر الأربعين سنة من هالغرفة بالذات، تذكروا أنه لازم تعملوا صورة شعاعية للثدي. سرطان الثدي ما عاد يخوف طالما في وقاية بالفحص المبكر، على أمل أنه يصير أسطورة. تصبحوا على خير.